اليوم إن شاء الله نحاول نعرفكم على المدرسة ديالي وعلى الطريق اللي كنا كنضربو باش كنوصلو للمدرسة. هذه هي الطريق اللي كنا كندوزو منها. اليوم صلحوها، مابقاتش كيما كانت، أما شحال هذه كانت مكرصة بزاف. اليوم الطريق هذيك اللي كتبان هي دار الطالبة. المهم كنا كنمشيو هذي بالضبط. كنا كندوزو من صالتنا، كنجمعو مع بعضياتنا، كندوزو على بعضياتنا اللي بعيد كيدوزو منو، ونجمعو. كنا كنمشيو نوصلو الطريق، المهم الطريق أنا مشيت ديك الطريق كاملة على حسب كاملة تقريبا شي نص ساعة، ولكن أنا نشوفكم غير واحد الجزء كيما كيبان لكم. الدار لي بعاد من المدرسة، حنا كنمشيو مع بعضياتنا كنلعبو. كيشتا كنا لي عندو المدار كيدرق معاه صاحبتو، وكنا كنتمشاو. كانت ديك ساعات البراءة ماشي بحال اليوم، تبدل وكل شيء تبدل مع هذا الشجر ديال الزيتون. الزيتون وخدم الزيتون فقط الشتاء كيجي شرقيق، كيخدموه كيجي الزيتون مزيان، خصهم مي يخدموه يطيح عليه، ماشي يخدموه ويخليوه عندك. روح ليش طحش ليش سما ماشي مزيان. المهم مدرسة مدارس قهرهوني سموها قهرهوني على ثاني اسم المعلم العالم قهرهوني محمد القهرهوني اللي زاد ببركشة وعاش في بركشة، ولكن مات ولا توفي مات في وزة. هادي الطريق شوفو كاملة، دار صغيرة كنا كنتمشاو منها وكانت كثار هي الطريق جديدة للمدرسة. لا كاين ترونسبور، يبغى مثلا ترونسبور كاين ترونسبور كيركبو له ب 100 درهم، واخا زعما صراحة الثمن غالي مرتفع، ولكن مقارنة مع الصحية ديال الوالدين هي ماشي غالي بس مناسب الظروف المعيشية ديال المواطنين. الناس الان مخدمين الى قد الحالة فلاحة، هذيك الام الشابة اللي ولدت 8 درهم راه 12، واللي عندها ولادها ولا 3 خصها شديه في الصباح شديه في العشية، يعني بزاف عليها. انا نقولكم على وحده، هذه الدرو هنا كيقلب على الدرو كما كتشوفوا. هذه كنا كنشدوا هذا الورق ديالو، هذا الورق هادو كنا كنحكوه هكا في يدنا، وعاد كنمشيو للمدرسه. كنا عندنا كونجي كيز ولا الدار كنا كنحكوا هذا الورق. الاستاذ كيقول لنا الصباح نجدوا كونجي كيزو الصباح ديال جوج ضرب ديال كونجي كيقول لك ست صافي كسب ضرب في الطويله. صباح تبارك الله
ما كانش صحيح كل جواب خطأ مديدك بدون نقاش صراحة. شكرا الأساتذة اللي قرروا عملوا معنا واحد المجهود مجهود طار صراحة. قرونا مزيان باش شرحوا لنا المراحل كانوا مسافر ما كانوش مسوقين الصراحة. يقول لك واش عندك تمارين كتجي كتقرا كتب كتراجع احفظي شي حفاظة هادي بالضبط يعني هادي سميتها مادة في الخصوص كفقت فقط ديال الزيتون في الوقت ديال الزيتون هي واحد الاش حنا كنعملوها في اتاي بلاصة مثلا دعم النعناع اولا دعم الشيفة كدعمنا هي مزيانة اول حاجة تفيد عن البرد وعندها واحد المذاق واعر واللي كيشتر من بيها الزيتون من على حساب خاطر كنعملوها من اتاي لكن كاين اللي كيبسو ملي كيجي شرمال الزيت كيعملها في الزيتون هي مزيانة بزاف من البرد نوضرو حنا كنحكو هنا يدانا باش ما نتقصحوش كنا نية حنا كنجيو كنحكو في يدانا هاد الضرو هادي كيما كتشوفو هادي هي دار الطالبة دار الطالبة هنا كيسكنو غير بنات من التين ديال أمطار الملك محمد السادس نصره الله وأطال في عمره كانت بادية طيبة باش يعاونوا البنات يجوا بعد ماشي بعدين بزاف شوية فرصة ولكن ضروري كنقسم في نبرك ومنو لهم هاد الدار الطيبة كيخلصو شي ثمن في الولد العام من بعد كيسكنو العام كامل كاين اللي كاين معاهم اللي كيعملو مراجعة كاين اللي مهم بنات اللي كيسكنو معاهم هنا دور ديال الحراسة المهم موفرين لهم بزاف ديال الحوايج كما كتشوفو هي الغرفة اللي دايرة بالمدرسة نعرفكم على المدرسة ديالنا مدارس فخر هوني بدلو لها الإسم رجعوها لجنة مدارس القطوني معرفتش علاش بدلو لها الإسم ولكن بدلو لها الإسم كنتمشت نو رجعوا لها الإسم ديالها القطوني ميخليوهاش مجموعات مدارس الزرقوني مدارس مجموعة مدارس القهروني أول حاجة الارتباط ديالها بواحد المعلمة تاريخية وثانيا حنا اللي قرينا في الحال هادي ما كنعرفوش حنا مجموعة مدارس الزرقوني ما عندنا شي أصلا علاقة بها حنا مدارس القهروني هي اللي عندنا واحد العلاقة وطيدة سواء الأعلامات اللي قرينا أو الأساتذة اللي في الجفال قدو تقاعد طب في عمران قد تحية الشكر وتقدير جميع الأساتذة لما يسور رحمه الله سامع رحموني سي الحافظ صراحة سمحوا فينا باقيين كنقراو في خصوص الحافظ مستقرنا الديري سي تامي بعد مشى التقاعد ولكن الأساتذة الساوة ولادنا دابا نوريكم واحد السيرة العصر الهت السيرة اللي كيلعبو فيه الولاد ديالنا الكرة ها هو السيرة قلتلكم عندنا حنا ولاد مبتكرين بأقل ميزانية و السيرة
هذا هو التيران كما كتشوفوا. واحد الكره ودات دابا تعافي عاد خصك القوه الخفيه باش تهرب هاد الغرام. وديك الطريق اللي بين الغابه وبين دار طاج منه الناس نصوب اللي ما كيمشيش بالطوموبيل يمشيو على البهايم. المهم هذا هو التيران والكون مستطيل ما كتشوفوا قائم متوازية كل متوازية وكل ثاني ثقافي متوازيا. شوفوا هنا الزاوية قائمة الزاوية قائمة هذه زاوية قائمة واحدة أخرى أخرى زاوية قائمة زاوية تكون قياس ديالها هو 90 درجة مجموع قياس زاوية هو يكون 360 درجة. هذا هو الكون الثاني. المهم هذا هو التيران اللي كيلعبوا فيه الولاد ديال الكرة وكيجيو يلعبوا مع بعضياتهم شي الوقت كينشطوا مع بعضياتهم باش ما يبقاوش غير الخدمة ولا اللي كاين اللي كيسراه والقهوة كيجيو كيلعبوا مع بعضياتهم شوية وفي الأخير مشيو للدار يدوشو. المهم هو هذا التيران كما كتشوفوا هو الأرض ما كاين لا غاز ولا والو. المهم لاعبين في اللي طاح وجات في الحلقة نصل فوق واحد المزاحة هاد القايد كان يوم واحد كنا كنمشيو لينا ضروري كنا ملي كنقرا ملي كنقرا الصباح والعشية حنا ماشي بحال اليوم كنقرا اما الصباح اما العشية واما نورمال. لا حنا كنا كنقراو الصباح والعشية كان عندنا جوج السيمانة عندنا عشية خاوية اما الاثنين أولا الثلاث والجمعة أولا الأربعة والسبت. كنا كنخدمو نقراو من 8 لخمسة من 8 لطناش ومن الزوج من خمسة من الزوج من خمسة كنقراو من الزوج لخمسة. كنا كنقراو من ديك المسافة كنخرجو في 12 ومن الزوج اللي بعادين اللي بعادين مكانوش كيمشيو. كنا كنقايلو في المدرسة كنا كيعطونا درهم مطعم اما كيعطونا فيها اولا كانوا كيعطيونا مثلا العدس ولا لوبيا المهم داكشي وكانوا كيعطونا كاشر كانوا كيقولوا لنا الحمد لله. المهم كنا كناكلوها كنا كنقيدو بعضياتنا كنلعبو كنا كنمشيو للمساحة ديال القريه كانوا المخازنية كذا يوم يحضروا. المهم كنا كنمشيو للمساحة ديال الغابة دابا وصلت المدرسة هادي هي مجموعة مدارس هي مكتوبة الزرق طوالي كنا كنقراو في مجموعة مدارس القيه الرهوني. قبل أن نمشي لواحد الشجرة نوريكم شي حاجة كيعرفها تا واحد الناس واقيلا اللي قرا في هاد المدرسة أو لا كنظن شي واحد يكون كيعرفها. غنشوف اش هنا الشجرة هادي كتكون دار هنا صنوبر أو لا شجرة الصنوبر غتشوفو هنا الشجرة يكون باينة فيها مزيان. شوفو هاد الصفورة هادي هاد الصفورة هادي هادي مزيان في حل ديال الماء حنا كنا كنستعملوه مع الدلاسيغ كنا كنستعملوه الساق مكناش كنشريو الساق ديال الماء هادو اللي كنا كنستعملو كانوا كيشريو لنا مرة واحدة في الولام ملي كيتسالا كنجيو كنشوفو نعمرو طيعات المادة هادي هنا انت هادي كيما كتشوفوها هنا هي كتعلم هذا راه لصق لصقو الوثائق في التربية أو التربية
صراحة على الرجاء لاباس كاع لاباس هاديك صح انا لاباس الدراسة ديالنا هادي مجموعة المدارس الإلكتروني كيما كتشوفو من الداخل ديالنا من الداخل صح ديك قلنا كان عنوان الوطني كاين واحد كيطلع الراية والباقية كيبقى كنا كنوقفو في الصاب الأقل وقت كنطلعو راية بالنشيد الوطني ليا المدرسة كاين الأقصى داخل فهاد القسم هذا الجمالي هذا ديالي دابا كنا كنقراو اللغة الفرنسية مصطفى الخامس السادس أقسام أخرى مجموعة مدارس الثانوية تحت بذكرى عيد العرش الجديد مجموعة مدارس الفرق الثانوية تحت بذكرى عيد العرش المجيد بالألفان العطلة ما يمكنناش نبخلو شجرة الصنوبر ما كنقولو ما دوا شجرة الصنوبر من هنا كيفاش نعزي الإطلالة من هنا الإطلالة اللي نديرو كاين عيد العرض داكشي علاش عاملين الرايات يعني الناس كيحتفلو بذكرى عيد العرش المجيد بحال اي مدينه مغربيه ضروري من الاحتفال بعيد العرش يتنا نلقاو الجم ديال المدرسة بالنسبة هنا المدرسة هادي كنا كنقراو مجموعة من الضبابير كانت زرادون بركشة مصفحة براز ديك التعبة طوطة كانو كانوا بزاف الصور ولكن مؤخرا من كنا ملي قريت انا هذاك الشيء كانت ولكن من بعد مدرسة تقريبا اي عملوا له المدرسه ديالو خاصه به بقاو غير زدادون بركشه ببابرا كاينه منها بالجم ديال المدرسه كاينه الدرك الملكي الرماني روايار روايل كاينه الدرك الملكي قياده وجماعه لان في المدينه كنقولوا مقاطعه هي كنقولوا جماعه على قوس سبيطار ديال السلقيح يعني غنبة السلقيح كاين سبيطار واحد خاص بالويلة سبيطار ثاني كيكون فيه الطبيب يعني الأمراض عامة بالنسبة لسبيطار واخا ديال الولادة ما كاينش طب طب خاص بالولادة كاين غير لي فاش فامي يعني القابلات كاين طبيب